بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل: من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آل بيته الطاهرين، أما بعد، باسمي وباسم أعضاء اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي نتقدم بأحر التعازي والمؤاساة الصادقة
لأسر الشهداء الذين سقطوا لفعل همجي غادر وجبانا في منطقة طح غرب الأنفاق في جريمة شنعاء تسبب بها المحتل وأذنابه من ضعفاء النفوس مخالفة كل الأديان والشرائع السماوية وحقوق الإنسان والعالم الحر. وندعو للشهداء بالرحمة والمغفرة والشفاء للجرحى، ونؤكد استنكارنا لهذه الجريمة المروعة التي راح ضحيتها شهيدين وجريح، ونطالب كل القوى السياسية والحزبية الحية والمنظمات المجتمع المدني وكل المواطنين في المحافظة خاصة وفي اليمن بشكل عام وكل أحرار العالم والمجتمع الدولي ومنظمات الحقوقية والإنسانية، نطالبها باستنكار هذه الجريمة الإنسانية البشعة والوقوف إلى جانب مطالب أبناء المهرة المشروعة وقضيتهم العادلة. أيها الحشد الكريم، كنا وما زلنا نؤكد مواصلتنا للنضال السلمي هدفاً ومنهجاً لن نتخلى عنه، وإن الأحداث الأخيرة لن تثنينا عن أهدافنا وغاياتنا، ولن نتراجع عن ذلك مهما كانت التضحيات. ومهما حاول المحتلين وأذنابهم من ارتكاب الجرائم بحق الإنسان المهري، فلا تراجع أبداً عن نهجنا ونضالنا السلمي ضد الاحتلال والممارسات السعودية وسلوكياتها في محافظة المهرة. وسيستمر هذا النضال السلمي حتى خروج المحتلين من كل شبر من أرضنا. وفي ذات الوقت نجدد تأكيدنا بأننا حريصين على أمن دول الجوار واستقرارها، ولسنا ضد مصالحها بالطرق المشروعة حسب القوانين والأعراف والمواثيق الدولية. وهنا نتوجه وننشد الجهات ذات العلاقة بالشأن اليمني أقليمياً ودولياً بأن تعمل على احترام إرادة الشعب في هذه المحافظة، والعمل على إقناع الأشقاء في المملكة السعودية بسحب قواتهم قبل أن يتدهور الوضع الأمني. أيها الأحرار، إننا من على هذا المنبر نؤكد رفضنا التام لانتهاك حرمة بلادنا وسيادتها، ونطالب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي أن يتفهم لموقف أبناء محافظة المهرة ومطالبهم المشروعة. وهنا نجدد تأكيدنا وموقفنا مع الشرعية الدستورية، ونرفض التصرفات والانتهاكات التي يرتكبها التحالف العربي المتمثل في إعادة الشرعية، ولكن للعكس، إنما عمل على بناء هدم مؤسسات الدولة وانتهاك حقوق المواطن وخرق للسيادة الوطنية بشكل غير مسبوق في هذه المحافظة والجمهورية اليمنية بشكل عام.
وعمل على زرع الخلافات والفتن بين أبناء المحافظة ومزق النسيج الاجتماعي فيها حتى تتمكن من تنفيذ مخططاتها الاستعمارية. أيها الحاضرون جميعا، إن ما حدث في منطقة الأنفاق قح قرب الأنفاق من جريمة شنعاء تسبب بها المسمى المحافظ راجح باكريت وميليشياته مدعوما بآليات سعودية أرادوا بها قتل المحتجين السلميين وردعهم من تمرير مشاريعهم الاستعمارية التي انتهكت حقوقنا وسيادتنا. الأخوة والأخوات الحاضرون جميعا، باسمكم جميعا نجدد مطالبتنا لفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي إقالة راجح باكريت من منصبه، وإحالته إلى التحقيق ومحاسبته على هذه الجريمة وفساده الذي يجاهر به ليلا ونهارا. أيها الحشد الجماهير الكبير، من هذا المنبر ندعو أبناء محافظة المهرة خاصة وكل أبناء المحافظات اليمنية بعدم الالتحاق في صفوف الميليشيات أي كان شكلها ونوعها، والتي لن يجني الوطن منها سوى الفتنة والفرقة وتفكيك النسيج الاجتماعي. وفي هذه المناسبة ندعو الجميع إلى الوقوف صفاً واحداً ضد من يريد زعزعة الأمن في محافظة المهرة واستقرارها والحفاظ على سيادتها الوطنية. ونتوجه بالشكر والتقدير والإشادة بموقف أولئك الرجال الأبطال الذين اعتصموا في منطقة قح قرب الأنفاق سلمياً وواجهوا السلاح وقدر المجرمين بصدور عارية شامخة شموخ جبال فرتك. أهديك يا يمن، كما أشكركم أنتم أيها الأخوة والأخوات الحاضرات والحاضرون جميعا على حضوركم وتفاعلكم وتلبيتكم لنداء الواجب الوطني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطل ما غير الفتنة تزعمت الزفاف، حسبتها تاتي معك وفق التباين ومن وراها تقطفي فايد وملاف وتنال مطلوبك بتفويح المواطن المداخن ويكون اسمك أول الجملة مضاف. أثرك نسيت العاقبة من سلك ساخن وردود هذه الزخم لي ملك وعاف، وهو يصيح بسبح صوته فيك لاعن ويقول لك أرحل وشد الانصراف، لا تحسب انك قصر تحكمنا وتاذن في قتلنا وتكون ونكون قدامك ضعاف. هذا محال، ومن خلط لونه بداكن يتحمل اللي جاه من لين وحاص. واحنا هنا المهرة ولا المهرة اماكن، ما نقبل العوجة وميل الانعطاف. منذ خلقنا لا نبيع ولا نراهن بوطاننا مهما تحملنا الكلاف. وإن كنت تجهلنا وفي ذاك المعاون حطيت آمالك بشالة واللفاف،
بآياته الناتج معك، ثم تقارن من مننا يطلع عليه الاستلاف. بآياته الناتج معك ثم تقارن من مننا يطلع عليها الاستلاف. أما دماء شهدانا ما يدواجن يا بن سعود، أسمع يكفاك الاقتراف. أما دماء شهدانا ما يدواجن يا بن سعود، أسمع كفاك الاقتراف ونقولها. عهد وقسم دون التهاون ماشي تنازل، ماشي عليها التنازل واعتكاف. ونقولها عهد وقسم دون التهاون في حقهم ماشي تنازل واعتكاف. لو تفني المهرة قراها والمداين وايضا بواديها مع كل الرياف. لو تفني المهرة قراها والمداين وايضا بواديها مع كل الرياح. الا بحق وحكم عدل عدل ضامر يحفظ لهم وجه الكرامة والعفاف. روح بالدم نفديك يا وطن، روح بالدم نفديك يا وطن. والآن إلى بعض الشعارات التي أراد أن يشاركنا بها الأستاذ التربوي القدير سميح حمصي، تفضل. ارفع راسك عالي عالي، بالروح تهدي إلى سوالي. ارفع راسك عالي عالي، بالروح المشوار. شبكوا كل الايادي، شبكوا كل الايادي، بالمعتدي لا تبالي. السلام عليكم. شكرا للاستاذ سميح مصيب على مشاركته، وهذا يدل على شيء ويدل على وطنيته، وان النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق. نرى اليوم الميليشيات التابعة للراجح باكريت بدعم سعودي تزهقها عبثا وغطرسا دون أي وجه حق، وتستمر بالاعتداء على المواطنين المسالمين الذين يعبرون عن آرائهم بموجب ما كفله قانون ودستور الجمهورية اليمنية. والآن إلى كلمة الشباب يلقيها الشاب زكريا صالح الفقيه، فليتفضل. حميد الله، لا حميد، حميد بعدك. تحليلهم تحلي تح 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 هذا ها قادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله. أما بعد، الإخوة والأخوات الحاضرون جميعا، إن شباب محافظة المهرة ليسوا بعيدين عن الأحداث التي تمر بهم وحجم الخطر الذي يحدق بهم. لذا ومن منطلق المسؤولية التي على عاتقنا كأبناء لهذه المحافظة، يهمنا مستقبلها بالدرجة الأولى، لنعلن وبصريح العبارة رفضنا التام للتواجد السعودي تحت أي مبررات وإجراءات لا تمت بصلة لأهداف التعالف العربي لاستعادة الشرعية ومحاولة جر المحافظة إلى صراع اجتماعي وقبلي لا يحمد عقوبات. كما نؤكد دعمنا لشرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي وبسط سيطرة الدولة على كل شبر في بلادنا الحبيبة. الحاضرون جميعا، إن ما شهدته منطقة الأنفاق جريمة هزت كيان كل مهري غيور على هذه المحافظة وكل يمني غيور على بلاده، لأنها بادرة خطيرة القصد من ورائها الزج بالمهرة في صراعات داخلية ومحاولة جر المحتجين على سلوكيات القوات السعودية والمحافظ باكريت إلى مربع العنف. كما نطالب الرئاسة بإقالة المدعو راجح باكريت ومحاكمته على جرمه الذي أوقع شهيدين مدعوما بجنود وآليات سعودية. ومن هنا أدعو شباب محافظة المهرة لأن يكونوا صفا واحدا
والاصطفاف خلف القضية الوطنية واستعادة سيادة الدولة ومواصلة النضال السلمي إلى أن ترجع الأمور إلى نصاب العدل والحق وسيادة الدولة والقانون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا الشرعية الممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي أن تسارع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة ومحاكمة الخارج عن القانون بارج حباك رئيس لنا الجزاء فعلته في حادث الأنفاق ولتسلك العدالة مجراها حفاظاً على حقوق الناس وأرواحهم. والآن إلى كلمة الشاب المناضل أحمد بالحاف فليتفضل. قال هدوك بيه قل هدوك بيه عيسان العيسان طول كثير وقتنا طيب طول. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أبدأ كلمتي أسمحوا لي بهذه البيتين الشعرية: عدنا للبلد اللي يسكن فينا حنينة، عدنا وعزوم النصر في ازدياد، تربط الوطن دايم ثمينة والنضال لجل أكبر جهاد. بكل اعتزاز وافتخار يسعدني أن أقف هنا مع هذه الجماهير الحرة في هذا الاعتصام الذي يتواصل منذ أشهر حاملاً قضية وطن بالدفاع عن سيادته وكرامة شعب. أشارك اليوم هنا وفاءً لدماء الشهداء الذين اقتالتهم يد القدر اعتداءً وظلماً. وإننا من خلال هذه الفعالية وسط هذه الجماهير التي تدافع عن كرامتها وسيادتها نؤكد على استمرار مطالبتنا بمحاكمة الجناه ومن أعطى الأوامر وأساء للشهداء بتلفيق التهم الزائفة عليهم. أما فيما يخص التواجد السعودي الغير مبرر فالشعب قد حدد موقفه حيال ذلك، والاعتصام يترجم الموقف الشعبي الرافض لتواجد تلك القوات والمعسكرات الضارة بمنافع ومصالح الشعب. وحيال هذا سبق وأن قلنا رأينا، وكان لنا الشرف السبق في الدفاع عن السيادة الوطنية إلى جانب الأوفياء والشرفاء من أبناء هذه المحافظة، ودفعنا ثمن ذلك بعض المضايقات، ولكن لن نتوارى ولن نتراجع، ومهما فعلوا لن تسكت صوت الحقيقة. استطاعوا حجب صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لن يحجبوا وقوفنا أمام هذه الجماهير الحرة. لن نقبل بعسكرة المحافظة، ولن نقبل بتجزئة المناطق وتقطيع المحافظة وحصار حركة المواطنين المزارعين والصيادين ومالكي الحيوانات. نحن في محافظة السلام والأمان، لن نسمح للعابثين وأيادي القدر أن تطالها. سبق وأن قلنا سنحترم مصالحكم، وأخص بالذكر الجانب السعودي، ولكن من الأبواب التي يأتي منها الجار إلى جاره، وليس بالاعتداء وفرض القوة وتمكين أراضي القوم بميليشيات وأسلحة ومدرعات لخلق فوضى وزعزعة أمن المحافظة، وعلى رأسهم الخارج عن القانون راجح باكريت. الجمهور الكريم، الوطن غالي ومن أجله سترخص دماءنا وأرواحنا. لا مساومة ولا تفاوض إلا بعد خروج كامل القوات السعودية من محافظة المهرة وميليشياتها ومرتزقة الذين تمدهم بالمال والسلاح. وأحب أن أعرج هنا وإن ما يروج له رخاص القيمة من إشاعات حول علاقة الاعتصام وقيادته بأيادي وأجندة خارجية هو أسلوب رخيص لا يمثل الحقيقة بأي صلة أو دليل. إن اعتصام أبناء محافظة المهر السلمي رسم صورة حضارية في التعاطي مع الواقع الحساس ومتغيرات المرحلة، ولم يخرج عن إطار السلمية، وذلك الأمر الذي جعل الأعداء أن يذهبوا إلى نشر إشاعات ومعلومات مغلوطة للنيل من سلمية النضال الوطني في محافظة المهرة واعتصامه وقيادات الاعتصام. وختاماً أحب أن أعيد هذه البيتين ليسمعها المغرضون: عدنا للبلد اللي يسكن فينا حنينة، عدنا وعزوم النصر في ازدياد، تربط الوطن دائم ثمينة والنضال لجل أكبر جهاد. السلام عليكم. هذا ما يطلع صوت. نروح بالدم نفديك يا يمن، نروح بالدم
نفديك يا يمن. والآن إلى قصيدة للشاعر عبد الله ستروني المهري، فليتفضل. خليت أسكن بك. خل بيلك هلك بيلك يا أخي. شباب لو سمحتوا اللي في الساحة شوية وسط الساحة اللي جزاك الله خير. فضلا وليس أمرا. وسع شوية الله. السلام عليكم ورحمة الله. يقول يا مجدنا السامي عزومك حية من فرتك المهرة ثرى واسماها الفخر للي استشهدوا وتحية يا رب جناتك جزا شهداها الفخر للي استشهدوا وتحية يا رب جناتك جزا شهداها من للوطن أرواحهم مهدية ونقلد وسام الشرف جرحاها من للوطن أرواحهم مهدية ونقلد وسام الشرف جرحاها في وجه من جاء لليمن وبنية باسم الملبي وهو للدعداها في وجه من جاء لليمن وبنية باسم الملبي وهو للدعداها سميت نفسك منقذ الشرعية سميت نفسك منقذ الشرعية والكل يشهد انت من نذاها فرضت حظر خطوطها الجوية ما نعس جرحى ومن مرضاها راضي بهدر أرواحهم ماذية من قصف كل الجاير على كهلاها وجيتك للمهرة حجج وهمية والله مهدية منها وحماها فيها رجال للوطن معنية في حفظ ديرتها ومن أبناها نعرف نواياكم وهي مخفية وكل يوم نكشف للملاء أنباها نعرف نواياكم وهي مخفية وكل يوم نكشف للملاء أنباها وقفاتنا بوجوهكم سلمية لو تقصفوا أوطاننا نفداها وقفاتنا بوجوهكم سلمية لو تقصفوا أوطاننا نفداها في سلمنا زود الهمم وحمية ومدرعات القط ما نخشاها صدورنا درع الوطن ووصية من كل عابث فرضنا وثراها المهرة اللي من زمن مبنية بالميد سيرة شامخة أقراها الذل ما نرضى نعيش فيه ولا يوم عشنا تحت وطأ غزاها حروبنا قبل السنة الهجرية وأيضا مع أصحاب النبي قدناها لازلت سلمي والشروع قوية وهوية المهرة قوي مبداها لازلت سلمي والشروع قوية وهوية المهرة قوي مبداها وسلمتوا ها؟ جاهز الآن إلى قصيدة شعرية للشاعر مسلم سهيل مهمل فليتفضل تفضل سوي لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصيدة بعنوان الوطن موطني كلنا للقدوم كلنا لك نلبي دون صوت وندى مخلصين النوايا مقويين العزوم وكل روح لاجلك جعلها لك فدا لك رجال بتسهر عن كلام ما تلوم ما تهاب العواصف صوتها والصدى لك بارضك اسود كل ساعه تحوم مستعد الردع من عليك اعتدى لك بارضك اسود كل ساعه تحوم مستعد الردع من عليك اعتدى السعودي تعدى ومن بصفه اللوم أرضنا مو قنيمة يا المهل وسهدى السعودي تعدى ومن بصفه اللوم أرضنا مو قنيمة يا المهل وسهدى للجحيم المطامع واستحاله الدوم قوته ما تقاوم البعيد المدى هذا قصيدة مهداها للوطن القصيدة الثانية مهداها الراجح سعيد بكريت بشويش يا راجح وقادات السرية اللي توليتوا وتخريب البلاد لأن الزعامة جاتكم مثل عطية من قوم فاسد وانتم رؤوس الألفساد لطنوا المهرة بيدتكم هدية تهدونها وأهلها عنها رقات
مهره وللمهره رجاجيل وحميه مجهزين الله منها كل العتاد مهره لها قادات جماجمهم ذكيه توقف لها وقت المهمات الشداد مهره لها قادات جماجمهم ذكيه توقف لها وقت المهمات الشداد حنا غنيين عنكم والمهره غنيه من مثلكم ما تقبلها كل العباد حياتي للجمهور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أما بعد أسعد الله مساكم جميعا أسمحوا لي إصالة عن نفسي ونيابة عن كل نساء محافظة المهرة أن ألقي هذه الكلمة والتي تعبر عن مشاعر كل امرأة في هذه المحافظة بداية أن نساء محافظة المهرة يعلن استنكارهن واستياءهن لحادثة التي وقعت في منطقة الأنفاق ونعلن نحن نساء المهرة وقوفنا جنبا إلى جنب مع أشقائنا الرجال في الدفاع عن كرامة وسيادة محافظة المهرة ونرفض تواجد المعسكرات السعودية في المحافظة لعمل على وحدة الصف ونبذل العنف حتى تتحقق مطالب المعتصمين الحاضرون جميعا باسم جميع نساء في المهرة نعلن تأييدنا لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي ونؤكد على ضرورة ممارسة الجيش الوطني والأمن المهامهم والحد من عبث تلك الميليشيات التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة وختاما نؤكد على ضرورة تسليم القتلى وسرعة محاكمتهم لنيال جزاء العادل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمة أسر الشهداء يلقيها الأستاذ والأخ الفاضل ياسر الجلحي فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد تعجز الكلمات عن التعبير عن الحال بعد من فقدنا في ذلك اليوم المشؤوم 13/11/2018 يوم إنسال دم الشهيد ودم الشهيد أروى أرض الكرامة والعزة أرض المهرة الطيبة إننا باسم سر الشهداء نطالب حكومة الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي والسلطات المحلية في المحافظة بسرعة التحقيق في ملابسات القضية وتسليم القتلة إلى القضاء وإقامة حد الله تعالى فيهم وإننا وبرغم ما تمتلي به قلوبنا من الحزن لهذا المصاب إلا إننا حين نتذكر أنهم ليس عليهم من جرم سواء أنهم كانوا متواجدين في ذلك المكان ليقولوا لا للعبث الذي يحدث في أرضنا من قبل جهات على حساب كرامتنا كانوا هناك ليثبتوا سيادة المهريين على أرضهم وبلادهم ونحن إذ نطالب بالقصاص من القتلة نناشد كل أبناء محافظة المهرة شيوخاً وأعياناً ومواطنين وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني أن يناصروا قضيتنا وأن يوقفوا العبث السعودي ومن يسوق له من أدواتهم التابعة لهم ونعاهد الله ثم شهداءنا بأننا ماطون حتى نأخذ حقهم كلنا معاكم لن ننسى شهدائنا ولن تذهب دماءهم سدى نرفض اتهام الشهداء بالإرهابيين والمخربين ردد معهم ومن يسوق له من أدواتهم التابعة لهم ونعاهد الله ثم شهدائنا بأننا ماطون حتى نأخذ حقهم من القتلة الذين لا يخافون في الناس إلا ولا ذمة وإذا حصل تهاون في الأخذ بحقهم فإننا نحمل السلطة المحلية بالمحافظة والحكومة الشرعية من أتباع ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا
بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة إلى فخامة المشير عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخامة الرئيس، لا نظن أن ما يجري في محافظة المهرة خافياً عليكم منذ قدوم القوات السعودية إلى محافظة المهرة، والمحافظ راجح باكريت منذ عام تقريباً. فقد أصيبت المحافظة الهادئة التي تعرفونها حق المعرفة بشرخ في نسيجها الاجتماعي وعجز في إدارتها من قبل الإدارة الحالية وعسكر أهل المدن والسواحل والأرياف لم تعهده المحافظة من قبل، وجر المحافظة إلى مربع العنف. كنا نلتمس لكم العذر من قبل نظرا للظروف الحاصلة في البلاد، ولكن وصل الأمر حدا لا يجب السكوت عنه من قبلكم. فقد قام المحافظ بمهاجمة المحتجين وقتلهم ووصفهم بالإرهاب والمهربين، ومهاجمة المعتصمين إعلاميا عبر مستخدميه وشراء الذمم وغير ذلك من الفساد المالي والإداري، وكل هذا لا يخفى على أحد وخصوصا الأجهزة الأمنية. لذا نناشد نحن مواطنين محافظة المهرة عبر اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي، نناشد فخامتكم إقالة المحافظ ومحاسبته وإعادة المؤسسة العسكرية والأمنية إلى دورها المعهود في حماية سيادة البلاد، والنظر في مطالب المعتصمين وكذلك تطبيع الحياة في المحافظة بما يتناسب مع خصوصيتها. إن ترك الأمور بهذه الطريقة دون معالجة ليست في صالح المحافظة، ولا ننسى أيضا أسر الشهداء والمعتصمين وجميع أبناء المهرة، حيث أن نؤكد أن دم الشهداء لن يذهب سدى، ولكم جزيل الشكر. والآن إلى قصيدة شعرية للأخ محمد حي الساعتين، فليتفضل. إن شاء الله صبرك 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 عليك صبر. على مهلك يا ملوك مايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نعيش بعز ولا الموت بشرف، لقل الوطن مرحوم منا للشهادة، ومقدر المكتوب ما منه ملف، والموت للمؤمن ترى مثل العبادة، لبيك ثم لبيك ما بانعت كف، ولقلك ندوس الصعب وتنال السيادة. يا موطن الأجداد يا دار السلف، يا موطن المهرة وللمهري بلاده، أرواحنا تفداك ما بانعت كف، وعزومنا عزوم والمبدأ إرادة، مسيرنا سلمي ولا بان انحرف حتى ينال الشعب وكل مهري مراده، حتى ينال الشعب وكل مهري مراده، ما همنا راقح وقوله يوتصف، حقنا مشروع بنظام وقيادة، ما نام على الحوزي ونهجي يختلف، ولا نام على الخاين اللي واضح سواده، خبروا سلمان من عبر الصحف، بحر العرب بسياق حادة، وحذروا عيال زايد بالملف، يراجع حسابه ولا يحلم زيادة، نحن سيوف الحق بكل موقف وقف، ونحن لهذا الأرض نعم زند وعتادة وسوالف. بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن، لا راجح بعد اليوم، لا راجح بعد اليوم، لا راجح بعد اليوم، بالروح بالدم نفديك يا وطن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. والآن إلى قصيدة باللهجة المهرية للشاعر نايم ساعتين. كريم من هيك تسلم. لا مو تلعب من كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشارك في هذا الاحتفال بقصيدة تراثية من أجدادنا الأقدام. هودي باي كريم كريم، هودي باي كريم كريم، زرقاء والريف دايرة لايق بودها كول، لو مديت وافقاي طلق ولحوت قايرة دايب لايق بودها كول، لو مديت وافقاي طلق ولحوت قايرة، ويضرم ويقريم حق ساد ما تليق بحبوز
بيت مهيلة وإستطان بلا فريد فضح بدو يركار النادي ذهن ويرة طاب طيره بيون هلقى مدى دويل وخبيره شطايرة وإقبو يمزى مهره وصبي سنيت دو ذكري سنو سمعيرة تايك ثوفنا مشن ثوب غاطيها كهور واللي كون من ضايرة تاي ولولك أخذوا مسيسا من غايب بشوق عموك رايرة وإقدا حضر بار دحسا وصوت هاي توره بمد فايرة دار مغور ناس غلوب بهتيهم مزيلنا بشرب أخضايرة وإب الحوفنا قدي عنك وسرت شبيب عم الموسر وطايرة وعم الموسر وطايرة وإيما وبركال ثغلي سنك دير وفود من محايرة وإي مهري من صلوب قوسي ضيرا ومسيت واللي توبة ويش غايرة وإي مهري من صلوب قوسي ضيرا ومسيت واللي توبة ويش غايرة هاي نتيجة بالسلا والبيض خلقات واللي روضي بعد مايرة وإي صروم وإي كريم بعيالها مدي دروستي وبرك سائرة وإي حقود بيض الله يصال بيك سيد طاد واللي فورك من السائرة وإي حقود بيض الله يصال بيك سيد طاد واللي خورك من السائرة وإي بن عوب ما حسي بفودي شي هاي كالتنيقي وقوائرة داي فلوس بافقوق لما ضام الهو داي ومدوه اللي غبائرة عاد البن ويهم كلو ميزوني هرق وحوش خاصم هي ثرائرة وإي قبو يلحك لي تحلو لنقدي الله رشوف يا هنائرة بالقى زواهمي مغلوب دبيين من واهقي بطائرة فأورح بيهم والحضور وقهب مازفوف من قاطن وصحائرة وابن هيلي والسميح دفي من مغيب وتضويها حرائرة نايت بيهم وطريق طريف وتثيقلها صباح واللي كانكم وتخائرة ركاوكم وتخائرة وشريف والي حيق وبداده نظام ما سبيني ما حضائرة فأولي ألم وفكير من قام ذحول وهرأوا بيها غزائرة ويثعينوا بيد حيم ويثعينوا بيد حيم ظروف وفي عين عد الواقت غزائرة ويظلم أكري عد الواقت غزائرة ويا سوي دبقات من ويسنها وقلوب وقبيده الخيرة ويا ضروم ويكريم وقفوق ميل تحد ومشير اللي حضائرة ويا تاريخي دور حلالة وقفو صفيف بدفة وترمس طائرة ويا مساولك ذقمة وقتيهم حزير والتولي قصائرة هادي قوق يا خبير من قاود هيريق وصوفي دامائرة وصروم قصائك ذلي طلبون تيك بتفاد قولي خائرة طاقو في ضير ما يتقاود البهدي طاقو في ضير ما السلوم ورفيه موس غائرة ويا دبي صليح وسير من قام دقنيب وكفيده يطريرة وسلامتكم الآن إلى قصيدة الشاعر محمد مناصر كتل مناصر محمد كتل قبل خير حاول تختصر منس لأن نحاشن وقت أهلك أهلك باباي أستوت راح كربا يا مزلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول من قاسي المهرة إلى أقصى تهامة سلام لأهل المجد من دون نقصان لبيك يا شعب الشرف والكرامة يا أهل اليمن المجد يا حماة الأوطان يا لا تاريخ كمل المجد يبقى وسامة يا راية التاريخ والعز يبتان وهذا الوطن والدار أنتو حزامة تحمل وطن من كل طاقي وشيطان الشعب ثار وما رجع في كلامه يا سيل جارف جاك من كل وديان وهذا الوطن يفرض علينا احترام حب أجراب الدم في كل شريان واليوم لي ما عاد ركت عظامه يوقف بوقفة عز والحق يبتان ومن خان تبقى وسط وجهه وشامه ومن عز نفسه عز ما عاد يهتان والشعب ما هو لأجل كسب الزعامة بس السيادة خط أحمر وبركان يكفي كفا من شي يجيب الندامة والرب يفرج عطش كل جيعان يا من حسبت أوطاننا كل منامة أبعد عليك من الكواكب وطهران والله لو النار فيض الغمامة أحرار ما نخضع لدولة وإنسان
الغير ربي لو تقوم القيامة ما نركع الغيره ولو كان ما كان لا خير في مشروع عقبه ندامة والجوع أفضل لا قد لك العصيان يلي تقود ولتحالف نظامة أما الرحيل وتولع النار بركان وجودك مسبب خطر للسلامة يا من دعيت وإنكم درع الأوطان والسلطة اللي ما لها شيء عمامة ما يحتزم في ظلها كل عريان ما تمثل المهرة والسلطة اللي ما لها شيء عمامة ما يحتزم في ظلها كل عريان ما تمثل المهرة ولا يخطامة ومن تبعها صار هين وخسران والثار دم يا من حسبت الزعامة ما ينتسي ولوم ضد الدهر وزمان لا تحسب ان دم القبائل سلامة الثار ثار وياخذه كل زعلان يا شعبنا يا الشرف والكرامة مسكوا بحبل الخالق الله سبحان ثم قيادتنا ورمز الزعامة لي ما يهاب الموج لو كان طوفان واختامها من أجل هذه العلامة علامة اليمن وين واختامها من أجل هذه العلامة نورد حياض الموت والكل فرحان وسلم وين الشحن لا راجح بعد اليوم 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 بالروح بالدم نفديك يا يمن بالروح بالدم نفديك يا يمن خلنا ننتهي هذه الكلمه ارجع مكانك فعاشت الله حر ابيه دوم شعارنا هذه تظل في قلوبنا ايها الشجعان ايها الاحرار في هذه الساحه قد وصلنا معكم الى ختام فعاليتنا هذه ونجدد الولاء دوما لنضالنا السلمي وسيتجدد نضالنا في المرات القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.